دعم الزمالك بحيث ان هو النهارده نفرح واسمع مصر كلها تفرح يعني. وبس برضه هنرجع نقول ان مؤمن سليمان المفروض كان يبقى ينزل بتشكيل احسن من كده لودار، ما كانش لازم التكتل الدفاعي دوت يعني، ما كانش برضه نص ملعب يعني، نص ملعب ان هو شغل الفرقه وشغل المهاجمين دي حاجه، ما كانش برضه ايه المهاجمين كانوا يوصلها جوه. المباراه جيده جدا، الزمالك قدم ماتش كويس قوي يعني، هو ممكن نقول ان هي قله توفيق بس، وممكن نقول ان هو قله توفيق من الماتش الاولاني في جنوب افريقيا، بس الزمالك قدم ماتش كويس جدا يعني. توفيق ما حاربش الزمالك النهارده، ما حاربش الراس المصري، قدموا ماتش كويس، هجموا بطريقه كويسه، قدموا ماتش فوق روعه. الزمالك خسران من الماتش الاولاني هناك في جنوب افريقيا 3-0، نتيجه ثقيله جدا 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 على فريق نادي الزمالك. اي فريق يخسر 3-0 ما اعتقدش انه ممكن يعوض بسهوله، واخد بالك؟ فطبعا النتيجه متوقعه يعني، وفريق صن داونز النهارده احترم فريق نادي الزمالك وكان ماتش كويس جدا جدا، بس الزمالك خلاص معروف يعني. والله للاسف احنا كان نفسنا النهارده الزمالك يكسب، بس الزمالك خسر ماتشه من هناك اصلا، خلص الماتش بتاعه كله من هناك، كان في ايده ان هو ينهي الماتش حتى من هناك، بس هو هنا للاسف كان بيلعبوا بالعمله، والتبديلات مش عارف، هو دايما ماسك على يوسف معروف، مع ان كان ممكن ينزل شيكابالا من اول، كان ممكن فرق مع الزمالك. والله هو توفيق وعدم توفيق، هو توفيق وعدم توفيق، بس انا بقول نقطه صغيره يعني، قول الكابتن الزمالك كابتن مؤمن ممكن عمل تجربته بدري ونزل شيكابالا من بدري الشوط الثاني، انت عارف اللي هم بيعملوه يدافعوا، انت نازل صانع العاب، انت ما عندكش صانع العاب خالص، انت نزلت شيكابالا من الاول، شيكابالا كان نازل، شفنا عمل لك كم اوفر بس من لوحده قدامك. لعيبه نادي الزمالك حاولوا وحطوا يعني اعتقد 90 دقيقه وقت المباراة، الناس ما أثرتش وكانوا مصممين ومركزين، لكن نتيجة المباراة الأولى كانت صعبة خالص يعني، صعب التعويض. 3-0 كتيرة في الكورة، نتيجة 3-0 كتيرة، فأعتقد إن كان في محاولات كتيرة، لكن كان لازم يكون في أهداف في الشوط الأول. ده خبرات لعيبة صن داونز، كانوا بيدافعوا بشكل قوي جدا جدا، وزي ما بتكلم كده هي النتيجه الاولى هي اللي خلصت الموضوع يعني.